ما تزال هذه التغطية مستمرة ومتواصلة مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر شاشة إكسترا نيوز. مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. الرسالة من وراء انعقاد هذه القمة الثالثة في أقل من عام من حيث التوقيت والمخرجات وفكرة عدم ضرورة عدم فصل المسارين، مسار الضفة الغربية ومسار غزة. طبعا يعني هذه القمة بتنعقد في ظروف استثنائية شديدة التعقيد، على اعتبار أن هذه هي القمة الخامسة منذ العام 2017. القمة الأولى عقدت في البحر الميت، وتسعى القاهرة من خلال هذه القمة أو من خلال هذه القمم إلى تنسيق المواقف المصرية الأردنية الفلسطينية، باعتبار أن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، ويأخذان على عاتقهما عدم سماح إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي دلالات التوقيت هي بتعطي رسالة لإسرائيل أن مصر والأردن وفلسطين على قلب رجل واحد، وبأن الدولة المصرية والأردنية والفلسطينية لن يسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية أو حتى بالتهجير القسري أو القسري ضمنيا، لأن هناك مخطط إسرائيلي واضح. إذا لم يتم التهجير بشكل قسري واضح من خلال العمل على نزوح كافة السكان قطاع غزة إلى الجنوب أو حتى إلى الدولة المصرية والضفة الغربية إلى الأردن، هناك يعني واقع جديد تريد أن تفرضه إسرائيل، وهو التهجير القسري ضمنيا بعدم قدرة المواطنين العودة إلى منازلهم أو حتى توفير سبل الحياة الكريمة، وهو ما تدركه الدولة المصرية، وتتحرك في هذا الاتجاه في سبيل إيجاد دعم دولي حقيقي وضير حقيقي للقضية الفلسطينية، يكون دافعا للعمل على تقوية موقف القضية الفلسطينية وتحقيق مبدأ ثابت، وهو أنه لابد من تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لابد من إدخال كافة أوجه المساعدات إلى كافة رباع قطاع غزة، بالإضافة إلى الشق الآخر وهو المهم جدا، وهو البحث عن كيفية إيجاد وقف شامل لإطلاق النار يفضي بعد ذلك إلى عودة المفاوضات مرة أخرى إلى مسارها السليم، وهذا دون قيد أو شرط من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي. في ظني وتقديري أن هناك ضغوط إسرائيلية حقيقية الآن للرغبة لعدم عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وهو ما يتم المفاوضات بشأنه الآن. في ظني وتقديري أن القاهرة تسعى إلى ألا يكون هناك عقاب جماعي للسكان لقطاع غزة، لأن عدم عودة السكان إلى شمال القطاع هو بيمثل عقوبة واضحة لكل سكان القطاع، وبالتالي تتحرك الدولة المصرية من خلال التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين والإدارة الأمريكية لعودة المواطنين إلى شمال القطاع للعمل وبشكل كبير عن كسر الفكرة الشيطانية الإسرائيلية وهي الخاصة بالتهجير، وبالتالي عودة المواطنين ده دليل قاطع على أن هناك تغير نوعي من الجانب الإسرائيلي لهذه الفكرة. نعم دكتور حامد، تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائما مهمة وفي المضمون، بالإضافة للمواقف الثابتة والموحدة والتي اتفقت وتوافقت مع مواقف أردنية تجاه القضية الفلسطينية، قضية القضايا من خطورة تفاقم الوضع أو امتداد الأزمة إقليميا. كيف ترى هذا الأمر بعد أكثر من 95 يوما، وهل هذه الحرب إذا ما اصطلح ما بين قوسين حرب أو أعمال إبادة جماعية تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تؤجج أو ربما تزيد من اتساع دائرة الحرب إقليميا؟ سؤال حضرتك مهم جدا، ولابد من أن نشير لأكثر من نقطة في هذا السؤال الهام والجوهري، لأن النقطة الأولى منذ اللحظة الأولى تحركت القاهرة بشكل كبير إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وسعت وبكل قوة إلى هذا المسار، وهو ما نجحت فيه بالفعل على الرغم من عدم تناسب احتياجات القطاع مع ما دخل بالفعل إلى داخل القطاع، لأن حجم المساعدات وعلى الرغم من الجهود المصرية ونجاح الدولة المصرية في إعادة التوازن للموقف الدولي، إلا أن حجم المساعدات لا يمثل إلا 3% فقط من احتياجات القطاع. لكن الدولة المصرية تحركت ثم بعد ذلك على المسار السياسي الذي يدعم المسار الإنساني. المسار السياسي نجد أن القاهرة
دعت الى قمه القاهره للسلام وشاركت فيها الكثير من الدول، وعلى الرغم من ان الدعوه لهذه القمه كانت يعني وقفها ضيق جدا، الا ان الدوله المصريه شاركت في هذه القمه اكثر من 31 دوله وثلاث منظمات امميه، ولم يتوقف ذلك. ولكن تحذيرات الدوله المصريه منذ اللحظه الاولى، وخرجت بيانات واضحه من ان السياده المصريه غير مستباحه، وبان الدوله المصريه لن تسمح بتهديد امنها القومي. ثم رئيس الوزراء المصري وخرج بشكل واضح في اجتماعات الكتيبه 101 في العريش واكد على ذات المعنى، ثم بعد ذلك مظاهرات حشده في كظهير شعب حقيقي يدعم قرارات القياده السياسيه، ومجلس النواب المصري الذي اكد على انه يدعم كافه قرارات الدوله المصريه في وقت المخطط الاسرائيلي الواضح للتهجير القاصر للفلسطينيين. وده ايضا يعني ذات قوه مع تماسك الجبهه الداخليه الفلسطينيه التي سعت وبكل قوه الى التاكيد مرارا وتكرارا على تمسكها بالارض، وبانها لن ترغب باي حال من الاحوال ولن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه بتهجيرهم من داخل قطاع غزه الى اي مكان، سواء في كما اشاروا قبل ذلك، لان هناك تحركات اسرائيليه واضحه للعمل على نقل السكان الفلسطينيين طوعا او يعني قسرا ولكن ضمنيا، ومشاورات مع بعض الدول الافريقيه كرواندا وتشاد والكونغو، ولكن هناك رفض من هذه الدول لهذه الفكره، وبالتالي عاد تصفيه القضيه الفلسطينيه اصبح امر مستحيل على دوله الاحتلال الاسرائيلي. نعم، العالم حاليا أو العالم دعنا نقول قبل 7 من أكتوبر، غير العالم الآن أو العالم منذ عامين في الأزمة الروسية الأوكرانية، ليس هو العالم الآن في التعددية والأقطاب القديمة الجديدة التي ظهرت. إلى متى سينظر بازدواجية معايير للقضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية القضايا بالنسبة لنا في الشأن المصري والشأن العربي بشكل عام؟ يعني في ظني وتقديري أن حدث 7 أكتوبر أظهر العوار في المجتمع الدولي، يعني اختزل كل دول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما حدث أو ما يحدث في القضية الفلسطينية على مدار أكثر من 75 عام في يوم 7 أكتوبر فقط، ولم يدركوا أن هناك معاناة للشعب الفلسطيني على مدار كل هذه العقود. ولكن في ظني وتقديري أن هناك تغير حقيقي في المجتمع الدولي الآن، وده ظهر من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. احنا بنتحدث عن 122 دولة وافقت على ضرورة إدخال المساعدات ووجود هدنة إنسانية والوصول إلى وقف إطلاق النار، وفي الناحية الأخرى قرارات الجمعية العامة أيضا القرار الذي صدر بموافقة 153 دولة. لكن هناك ازدواجية واضحة في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف غزة تحديدا، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية من خلال تصريحات وزير الخارجية أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة وقف شامل إطلاق النار، وفي نفس السياق تقوم بإرسال الأسلحة، وبالتالي الإدارة الأمريكية عليها أن تتعامل بشكل أكثر قوة في التعامل مع إسرائيل وتسعى أو بشكل أكثر وضوحا أو ثباتا كالموقف المصري والموقف الأردني الذي يكاد يكون متطابق الموقفان المصري والأردني، والتشديد على اللاءات الثلاثة المصرية لا للتهجير لا للإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني ويعني غيرها من الأمور، ولا لشروط لفرض أي شروط على الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حمد فارس أستاذ العلاقات الدولية.